أنا كتير آسف، بعتذر كتير عن أمي. أمي هيك طبعا. هاي ما لها علاقة بالطبع سواش، أمك ما بدها إياني وما رح تقبلني بأي وقت. شو هالحكي يا ياسمين؟ رح تقبلك. ما رح تقبلني، ما شفتك كيف كانت عم تتعامل معي؟ رح تقبلك، بس بالأول رح تعتذر منك. طيب ماشي، أنا بعرف بالأساس إنه هي معها حق وإنه نحن مختلفين ثقافياً، بس مع هيك أنا زعلت كتير. أنا لاحظت، بس أنا بوعدك ياسمين، أمي رح تعتذر منك. أنا ما بدي منها تعتذر مني سواش، أنا بدي منها تحبني وبس. رح تحبك وثقي فيني، هيك هي أمي، مشاكسة متسلطة غريبة الأطوار. مرت خالي هيك كمان قالت، سمعتيها؟ بس رجال لا تزعلي حالك ماشي سواش. أنا كثير بحبك، بحبك أكثر من روحي، ما بتثقي فيني؟ طبعا. معناها وعديني انك ما تزعلي. ماشي بوعدك، اصلا لولا خالك ومرته ما كنت رح اوعدك ابدا، هن ناس كتير زراف. هن هيك. خلينا نفوت لجوا. لا بدي امشي. ليش؟ بدي روح حاسب امي عن اللي عملته. سواش الله يوفقك لا تعمل شي، بعدين هيك امك بتعاديني اكتر. هي بتعرف شو عملت، انت لا تشغلي بالك، هلا بتكون عم تستناني. لو سمحت لا تتدخلي، انا وامي هيك. اقفلي الباب، يلا تصبح على خير. وانت من اهلك.